واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بجمهورية الهند الصديقة كان ضمن لقاء مع علي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني لدى استقباله بمكتبه اليوم معالي مانوهار باريكار وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة أيضا تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.